الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وبدون ذنب، مهجرين من بقعة إلى بقعة داخل نقطة على الخريطة. هؤلاء يجاهدون العدو بسلاح هو صمودهم في البقاء على قيد الحياة، متحدين نيران الموت ومقاتلين وحوش الجوع والعطش والمرض، ومحاربين شرور البرد والفقر وأشباح الظلام والعراء. لكن الصمود ثمنه غال وموجع، وصبرهم يفوق قدرة احتمال البشر. هنا في مدينة رفح، وبعد أن ضاقت بهم كل السبل، يعيش النازحون أوضاعا مزرية، فلا طعام يسمنهم من جوع ولا شربة ماء تصل بهم إلى حد الارتواء. الحصول على ماء نظيف يغسل همومهم ويزيل عنهم غبار البؤس ويقيهم شر الأمراض أصبح أملا بعيد المنال. أكلنا إحنا بنعمله على النار، صعب يعني النار بنتغلب منها، وبناكل الأكل مرة واحدة في اليوم، وسقعة هان وجوع وعطش، المية مالحة، الغسيل بنتغلب برضو في المية، النظافة كمان عنا برضو بنتغلب، يعني كل 10 أيام بنتحمم، يعني بنحمم العيال. الحصار الإسرائيلي المتوحش على الموارد الحياتية الأساسية كافة، والقيود المتعنتة المستبدة على إيصال المساعدات الكافية يجعلان الأوضاع كارثية. ورغم كل المحاولات الإسرائيلية الشنيعة لكسر أوجه الصمود، بيت انقصف، أكل قذيفتين، بس الحمد لله. يعني لو أوضة فيه منيحة هنقعد فيها، ولو مش منيح بدي أنصب خيمة وأقعد قدامه. فإن هذه الخيام الهشة تؤوي داخلها أحلاما واثقة صلبة بالعودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها بغير حق. حياة ما فيش، في قاعدين للأمل، أمل إنه إحنا نرجع ل حتى لبيوتنا المهدمة نرجع لها. بنعمل خيمة جنب البيت الواحد وبعيش، وشوية شوية ربنا برزق، الرزاق كريم.